هكذا تبدو سماء مدينة حرض مثقلة بالاستعدادات للحسم، وأصوات مقاتلات التحالف فيها يطغى على ما دونها. ففي السباق السياسي والعسكري، وقبل انتهاء مهلة 15 يوما التي حددها وزير الخارجية الكويتي للمتحاورين في مشاورات الكويت قبل إنهاء الاستضافة، يتفرغ الجيش الوطني حاليا لبدء عملياته العسكرية لتحرير المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع، ليتم الإعلان عن ذلك بخطوات عملية على الأرض. وعلى الأرض بدأ الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لتحرير المدينة وحتى تلك المناطق المحيطة بها من سيطرة الميليشيا. مدفعية الجيش استهدفت مواقع للميليشيا وعتادا عسكريا لها خلف منطقة الجمرك القديم، بينما شاركت طائرات التحالف في العملية بتدمير آليات عسكرية في مفرق المجبر ووادي ابن عبد الله في المدينة. الجيش الوطني يسيطر حاليا على أطراف مدينة حرض، المنطقة ذو الأهمية الكبرى باعتبارها حدودية مع المملكة العربية السعودية، بينما يسيطر الحوثيون على معظم أراضي المدينة. الجيش يحشد قواته لإظهار القوة في سبيل الحسم العسكري، خاصة وأن الجهود السياسية والتي كانت تلجم العمليات العسكرية في الميدان على ما يبدو مهرولة نحو الفشل، فيما يواصل الحوثيون التصدي لهجوم الجيش لإبقاء السيطرة عليها كونها قريبة من محافظة صعدة معقلهم الرئيسي.